شفت اداء الشباب الاهلي وناشئين الاهلي في مباراه الاسماعيلي وفي مباراه الجونه ازاي في ظل ان احنا يعني اصابات كثيره جدا وغيابات مع المنتخب وكذا وكذا، ولكن في النهايه النادي الاهلي منظومه كبيره جدا جدا الحقيقه. شفنا ده في مباراه الجونه وفي مباراه الاسماعيلي يا اكرم. طبعا يا كابتن، يعني انا اتفرجت على بعض التصريحات بتاعت اللعيبه. كل واحد يعني تحس ان الكلام كله واحد، يعني كلهم نعم. يقولوا احنا بنلبس تيشيرت النادي الاهلي ونموت نفسنا عشان خاطر النادي، عشان خاطر احنا بنلعب على المكسب، ما بنلعبش مثلا على التعادل او احنا بنلعب على المكسب. زي ما كان بيقول، يعني في حد تقريبا طلع كده قال لك التعادل زي الخساره، مظبوط، تمام بالنسبه للنادي، ودي حقيقه والواحد عاشها وحضرتك عشتها. التعادل زي الخساره. لا، هل الكلام ده حقيقه يا اكرم؟ يعني احنا الكلام ده اكيد طبعا. بنزرعه؟ اتفضل. لا اكيد طبعا يا جدع. يعني انا دلوقتي كنت حضرتك موجود وانا دلوقتي موجود. لا احنا لما بنتعادل ماتش بنروح التمرين عايزين نخلص التمرين ونمشي، عايزين الماتش اللي التاني يجي بسرعه عشان نكسبه، عشان لما نرجع النادي نرجع نضحك في بعض. ايوه. لا احنا لا يعني احنا بنموت نفسنا بصراحه عشان خاطر التيشيرت اللي احنا لابسينه، ايا كان مين في الملعب صغير كبير. انا كاكرم يعني الصغير زي الكبير، يعني مع احترامي، يعني كلهم في الملعب واحد زي بعض. ده بيشيل وده بيشيل وده بيموت نفسه وده بيموت نفسه، لو ال 11 موتوا نفسهم ايا كان كبير او صغير، لا مفيش بطوله هتقف قصادنا، يعني كلها تبقى معانا. يعني